على مدار اكتر من 3 ساعات اهم القرارات 4 ساعات. الحمد لله اجتماع موفق واجتماع كويس جدا، وكل الاعضاء كانوا حاضرين بما فيهم الكابتن فاروق جعفر، وتم استدعاء الاستاذ سيف المراقب الحسابات، وراجعنا الميزانيه. الميزانيه كويسه نظيفه تمام وزي الفل. عندنا فائض حوالي 15 مليون جنيه، وده اول مره يحصل في تاريخ اتحاد الكره ان يكون هناك فائض 15 مليون جنيه. ده شيء كويس وشيء عظيم يحسب. 15 مليون جنيه دول سيوله جاهزه في البنك ولا بالحسابات طرحته اللي ليكم واللي عليكم فطلع 15 مليون؟ سيوله كامله في البنك، زاد 9 مليون جنيه جم النهارده من الراعي اللي هو التامين النهائي. يعني 24 مليون جنيه. ايوه 24 مليون جنيه. الديون التلفزيون المستحقه لدى التلفزيون. الديون المستحقه بتاعت التلفزيون جت من فتره. يعني جت ده النت عندنا يعني حوالي 25 مليون جنيه، غير الدفعه اللي هتدفع من الشركه الراعيه ان شاء الله. وده يحسب لجمال بيه علام والمجلس الاداره انه يحققوا فوائد. ده بعد كده تم استعراض المنتخب الاول واحواله في اسوان، وان شاء الله مسافر لهم بكره عشان اتابع المعسكر. ثم موضوع مباراه السوبر ان شاء الله هتتلعب يوم 14/9، ده افتتاح الدوري. ممكن بعد كده بقى لجنه المسابقات تبتدي الدوري 15 16 17 زي ما هم عايزين. 14/9 فين؟ في استاد القاهره ما بين الاهلي والزمالك. ده كلام نهائي يعني؟ خدتوا موافقه الامن على الكلام ده ولا؟ موافقه الامن واعتمدناه من مجلس الاداره. الاهلي والزمالك بحضور الجماهير ولا بدون حضور الجماهير؟ لحد دلوقتي الامن بعت لنا موافقه ما اشارش الى حضور جماهير ولا لا، وانا بقول لك المباراه هتتلعب يوم 14 السوبر، ومش هقول لك اذا كان في جمهور ولا لا.